اداكو شيء. استاذ احمد، ثلاث وزارات بالعراق لا يجب ان تخضع للمحاصصه، التربيه والتعليم العالي والثقافه، ذني معنيات ببناء الانسان. زين. هذا اولا. ثانيا ساتحدث بشكل هادئ وبلغه الارقام. احنا عندنا منظومه تربويه. انا اسال سيد الربيعي، هل لدينا نقص في الابنيه المدرسيه اقل من 10,000 وحده مدرسيه؟ هذا واحد. اثنين، هو يخرج في جولات، انا اساله وهو حر وانا ساصدق جوابه. المدارس اللي يزورها بها حمامات، أنا مدير تلفزيون تربوي وطلع جولات بالكاميرا مالتك انه تنقل مباشر، وضعنا التربوي بالابنيه المدرسيه مو زين بالمستوى. تدري وزاره التعليم العالي شو تقول؟ تقول مخرجات وزاره التربيه من طلبه السادس وضعهم مو زين، والتربيه تقول مخرجات وزاره التعليم العالي اللي يجون المدرسين وضعهم مو زين. هاي الوزارتين، هاي قضيتين. القضيه الثالثه، احنا حكينا قلنا هذا تراكمات. انا اسال السيد الربيعي ومن خلاله وزير التربيه، لماذا لا يمتحن الطلبه الموهوبين؟ عندنا سبع مدارس بها 500 طالب موهوب، وذولا ثروه للبلد، متوزعين بسبع محافظات، ليش ما يخلوهم يمتحنون؟ عددهم قليل ومتباعدين، وهم بدايه دراستهم بدا 1/9، ليش ما يخلوهم؟ زين، هل يمكن ان يجيبني سيد الربيعي لماذا نستبدل مدير عام التدريب والتطوير وهي حاصل على شهاده عليا بروفيسور وعندها خدمه اكثر من 25 سنه بمدير عام خدمته 9 سنوات مواليد 85؟ هاي منو سواها؟ جبار سواها لو المحاصصه سوتها؟ هذا هو واقع التربيه، هذا اللي نحكي عليه. مو تقول لي يعني عصب، لا ما عصب، راح اكون هادئ وراح اقول لك لماذا يتم استبدال مدير عام بخبره كبيره بمدير عام اخر خدمته 9 سنوات وما عنده خبره، وفي اهم مفصل اللي هو التدريب والتطوير. جاوبني على ذني سيد الربيعي وبشكل هادئ. شو العلاقه انتخابات 2018؟ رئيس الحكومه انتخابات 2018 قابل وزير التربيه قابل استاذ احمد، بس هاي 10 ثواني. رئيس الحكومه، وهذا ليس سر، في كابينته الحاليه قابل احد شخصيات وزاره التربيه وهي سيده محترمه ووافق عليها ان تكون وزيره التربيه، لكنها لم تقبل في اليوم التالي ان تلتقي برئيس الكتله التي اعطيت لها الوزاره، وبهذا تم استبدالها بالسيد الدليمي الوزير الحالي.